والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وضع الشيء في موضعه. الحكمة أن نضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الحجم المناسب في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وبالأسلوب المناسب. هذه الحكمة. والله لا يتصرف في هذا الكون ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكم عظيم. ده الواحد لو إيده فيها شغلتين ما يضبطش، ده لو الواحد مسك حاجتين في إيده ما يركز، فما بالك بمن يتحكم في هذا الكون بكل ما فيه. عليائه متفضل سبحانه. الحكمة أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الحجم المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب بالأسلوب المناسب. والله جل جلاله لا يتصرف في هذا الكون وحده بلا مساعد بلا مشير بلا معين. من اللي ممكن يا جماعة يقوم بنفسك؟ نقول لك بس قم بنفسك. لو انت اللي بترتب امورك، لو انت اللي بترتب الهواء بتاعك، لو انت بترتب الغذاء بتاعك، لو انت بترتب احتياجاتك من مطعوم ومشروب ومسكون وملبوس لنفسك، فكيف بمن يدبر الكون باقتدار وحكمة؟ تستشعر بقى معنى الحكمة بالحاجات الكتيرة اللي انا هقولها دي. والله لا يتصرف في هذا الكون ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكم عظيمة. دائما وأبدا بالليل وبالنهار مع كل المخلوقات، ولا يصدر منه شيء خال من الحكمة. مفيش حاجة كده، مفيش صدفة، مفيش بلا ترتيب. هذا محال في حق الله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتاب واضح مش حاجة تغيب عنه أبدا. أنت متخيل اللوح المحفوظ ده كتاب قد إيه؟ صفحات قد إيه؟ المداد الذي كتب به هذا الكتاب، الدقة الشديدة جدا، التداخل العجيب، التدافع الرهيب، وما فيش غلطة، مفيش تعديل، مفيش إعادة نظر، مفيش خلل. استشعر. حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين زل وهان.